السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا في قناتي. هيا نقرأ مع العائلة. اليوم ما حاش نقرأ قصة، راح نقرأ، راح نتعلمو كلمات من قاموس المصور الكبير وبالفرنسية مون غران إيماجي. فيه ثلاث لغات، العربية الفرنسية والإنجليزية. وهذا الكتاب شريته لي مع أمي من معرض الكتاب لما كنت في السنة الأولى. هيا نبدأ. بسم الله. سنتعلم كلمات التي يمكننا أن نجدها في القرية. هيا نبدأ. في القرية بالفرنسية au village وبالإنجليزية at the village. هيا نبدأ. فزاعة بالفرنسية épouvantail بالإنجليزية scarecrow. منزل maison house. كوخ hut hut. بئر puits well. منارة phare lighthouse. تل كولين هيل. زريبة كورال كورال. هنا في زريبة بالفرنسية تكتب هكذا وبالإنجليزية تكتب بنفس الطريقة لكن لا تنطق بنفس الطريقة. طريق شما path. حديقة الخضر potager vegetable garden. بحيرة lac lake. نهر rivière river. شاطئ plage beach. جسر pont bridge. جبل montagne mountain. حقل الأرز rizière paris field. فلاح agriculteur farmer. منعرج virage band. شجرة جوز الهند كوكوتيه كوكونت بالم. وهكذا أنهينا الكلمات التي يمكننا أن نجدها في القرية. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وزر اللايك إذا أعجبكم الفيديو. سلام.